ازيكم يا مواليد برج الحمل، يا رب تكونوا بخير. انا مريم. توقع برج الحمل ليوم الخميس 23 يونيو حزيران 2022. توقعات العشرية الاولى مواليد 21 مارس ل 31 مارس. هيتم اعادة بحثك وتقييم ارائك وكل اعمالك بشكل من الاشكال النهاردة، خاصة لو كانت الامور مش بتمشي زي ما انت حابب انها تمشي. ممكن تبقى بتميل انك ترجع السبب لخطأ يبقى صدر من اشخاص كتير جدا حواليك، او حتى نتيجة للظروف اللي بتعتبر حاليا. من الافضل انك تبقى دايما بتاخد احتياطك وتتحلى اكتر بالصبر، بالاضافة لكل ابتهاجك بالانتصارات اللي انت بتحققها، خاصة اللي بتحققها على الازمات اللي بتعتبر حساسة من غير عواقب. هتخرج منها النهاردة بدروس كبيرة جدا. توقعات العشرية التانية مواليد 1 أبريل ل 10 أبريل. هتعم أجواء كتيرة جدا فيها ارتياب، هتستوجب منك انك تاخد موقف. هتلاقي نفسك النهاردة في صعوبة كبيرة في انك تتخلى عن طريقة تفكيرك اللي بتعتبر معتادة، بالرغم من كل العواقب السلبية اللي ممكن تبقى نبع من ماضيك النهاردة. ومع ده هتحاول انك تبقى منفتح اكتر علشان تعرف تتمكن من انك تعدي كل المصاعب وكل العراقيل بليونة وسهولة اكتر، وممكن يتأثر جسمك لو كان الضغط عليه بيزيد. توقعات العشرية الثالثة مواليد 11 أبريل ل 19 أبريل. كل العراقيل اللي انت تنبأت بقدومها من فترة طويلة هتبتدي تظهر بشكل تدريجي النهاردة، هتتحول لواقع هيكون تفاديه موضوع مستحيل جدا. هتواجه كل التحديات دي في أسرع وقت ممكن، حتى لو كانت المهمة صعبة بالنسبة ليك. كل ما انت بتتأخر فيها هتتراكم قدامك العراقيل اكتر، ويتوجب عليك انك تضاعف مجهوداتك اكتر علشان تعرف توصل ليها.